إنها دولة يعتبر شعبها من أكثر الشعوب التي تشرب الشاي. ومن أجل الشاي خاض هذا الشعب أخطر الطرق التجارية ودخل أشرس المعارك. أدركوا جيداً مهارة مزج أوراق الشاي، أبدعوا ثقافة شرب شاي الظهيرة التي اجتاحت العالم. رغم كل هذا، هذه الدولة ليست دولة منتجة للشاي. تلك هي قصة الشاي الإنجليزي، قصة تتسم بالتناقض كما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقلوبنا جميعاً. أكثر دولة تشرب الشاي ليست الصين ولا الهند، إنها إنجلترا. إنجلترا لا تملك أي نوع من أنواع الشاي، لذا ضحى شعبها بكل غال ونفيس من أجله. دفعوا أثماناً باهظة من أجل الشاي، دخلوا حروبا طاحنة من أجله. فما هو السر وراء الشغف المجنون تجاه الشاي؟ يان فانغ شاب من فوجو، عاشق للسفن. وظيفته أيضا لها علاقة بالسفن، فهو يعمل في تصنيع نماذج عن السفن القديمة للمتاحف ومحبي اقتناء الأشياء القديمة. يان فانغ يعشق سفن القرن التاسع عشر، خاصة ملكة البحار السفينة كليبر. في القرن التاسع عشر ذاع صيت الشاي الأحمر وشاي وولونغ من مقاطعة فوجيان في العالم. كانت أغلبية الشاي تباع لإنجلترا، وكانت وسيلة النقل الأساسية للشاي هي السفينة كليبر. كانت السفينة كليبر طفرة أخيرة في مجال صناعة السفن الخشبية التقليدية. كان تصميم السفينة جريئاً، هيكلها ضيق عن المعتاد، وازداد طول سار السفينة ليصل إلى 4 أو 5 طوابق، كما زادت مساحة الشراع للضعف. وبهذا التصميم تستطيع السفينة الاستفادة لأقصى مدى من قوة الرياح. كل هذا كان من أجل هدف واحد، زيادة سرعة السفينة. نجحت كليبر في مهمتها بزيادة السرعة. السفن التقليدية كانت تحتاج لعام للإبحار من الصين لأوروبا، لكن كليبر كانت الأسرع واستغلت فقط 56 يوما. نقل الشاي مقامرة بالنسبة لأي بحار،
في بدء الأمر كانت السفينة كليبر التي تنجح في الوصول إلى لندن تحصل على أرباح هائلة. في القرن التاسع عشر ظهرت كليبر. استهلكت العائلة الإنجليزية كل عام عشر دخلها لشراء الشاي. زاد استهلاك الشاي ليصل لمئتي ضعف. زاد تدفق الفضة للخارج بصورة حادة، فثار قلق الإنجليز. ماذا سيكون المقابل لشراء الشاي من الصين مستقبلا؟ وقتها لم تكن الصين بحاجة لمنتجات الإنجليز، فاتجه التجار الإنجليز لجلب الأفيون من الهند، وهذا ما أدى إلى الحرب الكارثية عام 840. حرب الأفيون في الحقيقة هي حرب الشاي أيضا. ميناء فوجو تم فتحه من أجل المعاملات التجارية بعد حرب الأفيون، وأصبح أهم ميناء للشاي في العالم. بنهاية كل أسبوع يلتقي يانفان بصديقه ويذهبان معا للبحث عن بقايا ميناء فوجو القديم. منذ 100 عام ما زال ازدهار ميناء الشاي هذا محفورا في ذاكرة الناس.那是啊，虽然房子破，破破破也破的好。再早就是清朝，清朝有餐厅，这里面码头好像船码头的有七八个。这里面主要是茶叶。那时候通过茶叶，许多外国人来到福州，然后开设洋行，一半以上是茶叶的，就茶叶贸易的。 ازدهر ميناء فوجو بسبب الشاي، وظل مشهد تجمعات السفن كليبر المهيب موجودا حتى نهاية القرن التاسع عشر. ومع ظهور السفن التي تعمل بالبخار انتهت أسطورة ملكة البحار السفينة كليبر. السادس والعشرين من إبريل 2012 تحديدا ميناء غلينواي في لندن تم فتح السفينة كليبر الأخيرة في العالم بعد إصلاحها للزوار. شهدت كليبر ازدهار تجارة الشاي في القرن التاسع عشر. أخذت رحلة الإنجليز مع الشاي بداية من معرفته وصولا لعشقه الجنوني أقل من 200 عام. كانت بداية معرفة الإنجليز لقيمة الشاي على يد أميرة برتغالية عام 1662. The Gans is a place in Portugal, so that was her title. So they found the husband to create political alliances. So she was brought over here to England to marry this man, who is King Charles II. جين، كبيرة مستشاري جمعية شاي الإنجليزي. كريستي تلميذتها الجديدة. أول درس للشاي هو قصة ملكة احتساء الشاي الملكة كاثرين. She, I think, had very little idea about what she was going to find in life here in Britain. But her great comfort was actually tea drinking. And she brought a box of tea. They say she brought a little casket with about £3 of tea. And so she set the fashion, really, and everybody copied her way of brewing the tea and drinking the tea, and it became a new trend. So she's been written about many times since then as being the first tea drinking English queen. نالت ملكة الشاي إعجاب نبلاء إنجلترا، فهي من جلبت موضة احتساء الشاي إلى إنجلترا والتي شاعت لأكثر من 400 عام. لكنها لم تنجح في الفوز بقلب زوجها، فكانت عاشقات الملك تشارلز الثاني لا حصر لهن. له 14 ابنا غير شرعي على الأقل، أما الملكة كاثرين لم تنجب أي طفل. في عامها 54 أعيدت للبرتغال. لم تتصور كاثرين أن الشاي الذي رافقها في سنوات وحدتها هو السبب وراء تذكر الشعب الإنجليزي لها.
سمعت كريستي قصة ملكة الشاي لأول مرة كجزء من دراستها لفن الشاي. تعلمت كريستي ذلك حيث كانت تريد أن تعثر على فرصة عمل في أقرب وقت ممكن. I've always lived in Island. My mum is a full-time housewife. I tried to look for a job in retail, but it was really hard, as in no jobs going. للتعمق في فهم الشاي، وصلت اليوم إلى أحد محلات الشاي الصيني في لندن، حيث أرادت جين أن تتعلم كريستي الشاي الأخضر. This is a tea from Shandong, Laoshan Mountain. It's the same cultivar as that's Longjing. Very tiny. Some leaves are quite big actually, but it's this lovely curliness. They're like little springs, some of them. Thank you. Sifu Longjing. Thank you. You're welcome. تركت كريستي مجلس الشاي قبل أن تنتهي من احتسائه. في المرة الأولى التي تحتسي فيها كريستي الشاي الأخضر لم تعتد على مذاقه. في بداية القرن 17 حمل الشعب الهولندي الشاي الأخضر لأوروبا. بادئ الأمر اعتقد الأوروبيون أن مذاقه يشبه أكثر مذاق الدواء وأنه ليس شرابا عاديا. في البداية ظهر الشاي كدواء يباع في الصيدليات، ولأن سعره كان غال جدا تم تعبئته في عبوات صغيرة للبيع. اعتبر الأوروبيون الشاي الأخضر عشبا شرقيا سحريا يمكنه علاج جميع الأمراض. كما رحب الشاعر الإنجليزي بايرون بالشاي الأخضر بإدخاله حرم الشعر، وأشهر شعر غني بالشاي الأخضر عنوانه تأثر من دموع الصين حورية الشاي الأخضر. ذلك النوع الأكثر رواجاً في أوروبا في القرن 17 ما زال يصنع في الصين كسابق عهده. في البداية كان شاي سونلو الأخضر الذي يصدر إلى أوروبا ينتج في مدينة شيونين لمقاطعة أنهوي بالصين. يو تشانغسي وريث صناعة شاي سونلو الأخضر. كان أجداده جيلا بعد آخر يزرعون الشاي على سفح هذا الجبل، وهو ما زال يستخدم طريقة أسلافه في صناعة الشاي إلى يومنا هذا. ازدهرت صناعة شاي سونلو في بداية عهد أسرة مين. قبل 300 عام، أي بداية تجارة الشاي بين الصين وأوروبا، كانت فترة ازدهار شاي سونلو حينذاك. أوضحت السجلات التجارية لشركة الهند الشرقية عام 1702 أن ثلثي سفينة الشاي كانت من شاي سونلو. شاي سونلو الذي انتشر في أوروبا مبكراً انطلق في ذلك العام من رصيف ميناء تونشي العتيق وشق طريقه عبر البحر. استمر العصر الذهبي لشاي سونلو الأخضر حتى القرن 18، حيث جاءت أنواع مشهورة أخرى من الشاي وسبقت، لكن الأوروبيين ما زالوا يشتاقون لمذاقه الفريد. اليوم الشاي الأخضر العضوي المنتج في شيونينغ ما زال يصدر للخارج بكميات كبيرة، وكما كانت منذ مئات السنين المحطة الأخيرة للشاي أوروبا. في بداية القرن 18 لم يكن الشعب الإنجليزي يشرب الشاي تقريباً،
أما بنهاية القرن المذكور وفي أقل من 100 عام كان الشعب الإنجليزي بأكمله تقريبا يعشق الشاي. Part of our culture in this country. I think the connection of British tea for me, and I think for most British people, is there's always an idea of home and comfort and safety and security. To put your spoon back in the saucer, to hold your cup very elegantly, not to make a lot of noise, to be well behaved, to sit up straight, to use your fingers carefully to eat your sandwiches. So that was part of my family life when I was a little girl. But today, maybe people don't know so much about it. ظهرت عادة شاي الظهيرة منذ 200 عام. اعتاد نبلاء إنجلترا على تناول وجبتي الفطور والعشاء فقط في اليوم. فترة ما بين الفطور والعشاء طويلة جدا جعلتهم يشعرون بالجوع، فوجدت زوجة الدوق بيدفورد الحل، وكان عدة شرائح من الخبز يضاف إليها الكريمة والمربى ومعهما إبريق من الشاي الصيني. بعدها تدعو الأصدقاء للمشاركة، وسرعان ما أصبح شاي الظهيرة موضة بين أوساط النبلاء، ثم انتقلت هذه الموضة بين عامة الشعب. يبدأ تناول شاي الظهيرة على الطريقة الإنجليزية في 14 عصرا. تختار ربة المنزل أفضل غرفة في المنزل وتستخدم أفخم أنواع الشاي وأفضل أدواته وتستقبل زوارها بنفسها. صب الشاي أولا، يليه إضافة اللبن. حتى الحلويات لها فن خاص، توضع على طبق مكون من 3 طوابق وتؤكل من الطابق الأسفل للأعلى، ومن المالح حتى الحلو، ومن الخفيف حتى الثقيل. منذ القرن 18 تحول بطل شاي الظهيرة على طريقة الإنجليزية من الشاي الأخضر إلى الشاي الأحمر. الشاي الأحمر الذي يشبه في لونه لون النبيذ الأحمر كان شاملاً، يوضع مع اللبن والسكر وحتى مع جميع أنواع البهارات، فمذاقه كان مناسباً أكثر لذوق الأوروبيين. في 50ات القرن 18 كانت تجربة الثورة الصناعية في إنجلترا، لذلك استخدموا المياه المغلية في عمل الشاي لقتل الجراثيم، ما رفع مستوى صحة العمال وخفض عدد السكارى في الشوارع. أثناء عصر الثورة الصناعية اندمج الشاي في حياة عامة الشعب البريطاني، وأصبحت فترة بعد الظهيرة أكثر تألقا بفضل الشاي، فقد أضاف إليها معنى أعمق. عندما تعلن الساعة 14 عصرا يتوقف الوقت من أجل الشاي. في العادة يشرب كل إنجليزي 3 فناجين من الشاي يوميا. أفضل مكان للشاي الإنجليزي في التصنيف السنوي ليس من نصيب فنادق 5 نجوم، بل هو مقهى بيتي في مدينة هاريجو في ووركشاير الذي يحصد المركز الأول دائما. ذلك المقهى في تلك المدينة الصغيرة تم افتتاحه منذ 120 عاما يمتلئ بقصص أهل القرية. تلك الطاولة كانت ملكا لعائلة ديفيد. مر وقت طويل دون أن يأتي أحدهم لاحتساء الشاي. ظل ديفيد يحتسي الشاي في مقهى بيتي طوال أكثر من 40 عاما، منذ 6 أعوام، وبعد أن توفيت زوجته سيلفيا لم يذهب للمقهى مرة أخرى، فهو لم يقوى على الجلوس على طاولة لم تكن عليها سيلفيا. When I went in originally I was 22 years of age, now I am 72. Betty's it summarizes a turning point in my life. Because when I was in my teens and early 20s, it was all about motorcycles. I was a motorcyclist, a biker. At that time, I would go to the bikers, what we call Greasy Joe's bikers places. And when I met Sylvia, I had to make a choice.
I want you to sell your bike and get a car, and you either have the bike or you have me. لطالما اصطحب ديفيد زوجته سيلفيا إلى مقهى بيتي ليشربا شاي الظهيرة. عاش معها لستة وأربعين عاما وأنجبوا ثلاثة أطفال. رافقهما شاي الظهيرة حتى دب الشيب في شعرهما وغير عشق راكب الدراجة النارية نحو البيرة وموسيقى الروك. منذ ستة أعوام يذهب ديفيد كل أسبوع إلى قبر زوجته ويضع أجمل الورود أمام شاهدة قبرها ويتبادل الحديث معها. She was taken ill and she died within 5 months of being diagnosed. It was terrible. استمر ديفيد بمغادرة الحياة الاجتماعية. أصدقاؤه في مقهى بيتي دائما ما يشعرون بالقلق نحوه. كيف يمكن إخراج ديفيد من حالة اشتياقه الكبير لزوجته؟ في ذلك اليوم أحضر له أصدقاؤه بالمقهى الدراجة التي فازت ببطولة سباق الدراجات في الستينيات. لقد كانت المفضلة لديه بشبابه. It's a bit like flying an aeroplane. The feeling of excitement and power is immense. On two wheels, it is like flying. يبدو أن ديفيد استعاد قليلا إحساسه بفترة الستينات. بنهاية الأسبوع تلقى ديفيد دعوة للعشاء، وهذه المرة لم يبدو عليه الوهن المعتاد. صديق قديم من الأبطال الذين نجوا في الحرب العالمية الثانية مر بتجربة الحياة والموت من قبل. ديفيد يحسده بينه وبين نفسه، إنه ما زال في علاقة غرامية رغم أن عمره فوق التسعين. His girlfriend Jill is 80. Bob is nearly 92. They look about the same age. And she's a very pretty lady. I think maybe I am looking for a second Sylvia, and I will never find her. A lot of people don't have so long with a partner, so 46 years is a long time. I can't really complain. بعد ستة أعوام أخيراً عاد ديفيد إلى ذلك الشخص الذي كان جالساً على تلك الطاولة، فهو على وشك بدء حياة جديدة.
بدأ ديفيد مواعدة سيدة من محبي احتساء الشاي. إنه يؤمن أن حبه الحقيقي بالتأكيد له ثمة علاقة مع الشاي. I've had 6 years on my own. I would like to be stable. I don't want to be 100-year-old Romeo. لندن بعد الظهر. جين في سكنها تكمل درس الشاي. منذ أكثر من 30 عاما كانت جين تعمل مدرسة للغة الإنجليزية، ولكنها فقدت وظيفتها بعد ذلك. حتى عام 1983 افتتحت وأصدقائها مقهى للشاي، ومن حينها أصبحت عاشقة للشاي، وحتى اليوم مرت 30 عاما. I tried to grow tea plants here in my flat, but it's really hard. I'll show you them. I've got growing much more happily in here. The soil is acid soil. But can you see how the new leaves are forming? You see there's a little tiny, tiny bud just forming there? Yeah. And more here. There's a between the leaf and the stem. This drink, it's not just a drink. It's so much more than just a drink. It quenches your thirst. It pleases your taste buds. It increases your understanding. It opens your horizons up, opens your eyes. الدرس الثالث الذي رتبته جين لكريستي هو في الرقص. قبل أكثر من 100 عام امتزج الرقص والشاي في المناسبات الرسمية الإنجليزية وكونا ثنائيا مميزا. الاستمتاع باحتساء شاي الظهيرة والرقص في آن واحد جعل حتى أكثر البنات الإنجليز تحفظا أكثر حماسا. Kirsty's shyness, I really hope by learning more about something new, and I think it will increase her confidence. ترعرعت كريستي في منطقة فقيرة بلندن. لم تشترك في إحدى حفلات الرقص أو احتساء الشاي من قبل، وهي أيضا لا تعرف الرقص. رغم أنها لم تجد عملا بعد، إلا أن الشاي والرقص جعلها تنفتح أكثر على العالم.